وللحديث عن توسع النفوذ الإيراني في العراق والتحركات الأمريكية للرد على هجمات إيران وميليشياتها، معنا عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى السنبل. حياكم الله دكتور يحيى. الله يحييك ويحيي مشاهدي قناة الرافدين. حياكم الله دكتور يحيى. يعني مصادر حكومية في كردستان العراق تصف القصف أو تؤكد بأن القصف الإيراني الأخير على الأقضية والمناطق الحدودية شمالي العراق تسبب بإخلاء قرية كاملة من سكانها. ماذا يعني تكرار الهجمات والقصف الإيراني برأيك؟ تكرار القصف الإيراني على أقضية كردستان والمناطق الحدودية العراقية، لأن إيران تعلم أن الحكومة الاتحادية ببغداد هي حكومة تابعة لهم، ولن تستطع اتخاذ أي إجراء قانوني ولا الرد بالمثل ضد أسيادهم بطهران. وفي غياب واضح لأي إدانة أممية أو دولية لهذه الخروقات المتكررة، إضافة إلى أننا نحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية القانونية باعتبارها دولة الاحتلال التي أوصلت العراق على ما هو عليه اليوم، فوضى وفقدان للسيادة وانتهاك الحدود، بل ساهمت وسلمت العراق إلى قومة ميليشياوية فاسدة رهنت القرار السيادي والمصيري العراقي الإيراني. نعم، صحيفة أيضا دكتور يحيى، يعني صحيفة وول ستريت جورنال كشفت أن المسيرات الإيرانية مصنعة من قطع أوروبية وأمريكية. يعني هنا يطرح سؤال، أين العقوبات إذن التي يقول الغرب إنها قيدت نشاطات النظام الإيراني وميليشياته المزعزعة لاستقرار المنطقة؟ كل هذه ما نسمعه من عقوبات إنما هي مجرد مسرحيات وفبركات لخداع الرأي العام سواء الأمريكي أو العالمي. فإيران حليفة للغرب ولأمريكا منذ اليوم الأول لثورة خميني الدجال الذي اتفق معهم على إغراق المنطقة بالفوضى وبث السموم الطائفية لتمزيق النسيج الاجتماعي لكل البلدان في المنطقة وخاصة العراق، وإطلاق يد إيران بإحداث هذه الفوضى والاضطرابات يتطلب دعما للنظام الملالي، وهذا ليس غريب ولا مستبعد. وقد مثل الخميني وإدارة أمريكا برئاسة كارتر عام 79 مسرحية رهائن السفارة الأمريكية الذي تم بموجبها إطلاق الأرصدة المجمدة لإيران، إضافة إلى افتضاح التعاون الإيراني لملال المجوس مع الكيان الصهيوني في عملية إيران جيت بتزويد إيران بأسلحة إسرائيلية وغربية تبان الحرب العراقية الإيرانية. وما زال هذا التعاون والتخادم قائما على قضايا ذات بعد استراتيجي للطرفين رغم وجود اختلافات ومناكفات على بعض الملفات هنا أو هنا. نعم، هل تعتقد أن تحركات أعضاء الكونغرس للضغط على إدارة بايدن لاتخاذ إجراءات عسكرية صارمة وعاجلة أيضا ضد إيران بسبب هجماتها في العراق، هل تعتقد أن تلك التحركات ستلاقي آذانا مصغية؟ لا أعتقد بأن هذه الإجراءات أو هذه المطالبات سوف تفضي إلى أي شيء في ذلك. فإدارة بايدن والإدارات الأمريكية تخطب ود إيران وتسعى إلى أن تكون في خندقها بشكل كامل في مواجهة روسيا والصين، لذلك هي تقدم كل الدعم إلى الإدارة الإيرانية أو ما يسمى الثورة الإيرانية في سبيل إغراق المنطقة بالفوضى والسيطرة عليها من أجل هدف استراتيجي كبير يسعى من خلاله الأمريكان إلى وصول حالة من التطبيع، باعتبار لا يوجد في المنطقة سوى مشروعين، هو المشروع الإيراني والمشروع الصهيوني. لذلك هذه الضغوط ووجود خروقات من إيران ضد العراق هذه ليست المرة الأولى والأخيرة، وأنت تعلم أنه قبل أشهر قامت بضرب كردستان ومدينة أربيل بأكثر من 10 صواريخ أرض وكأنها حالة حرب بين الطرفين، في وقت لم تصدر السفارة الأمريكية ولا الخارجية الأمريكية بياناً يدين هذا القصف
أو يسعى للوقوف بوجه هكذا قصف، وإنما اكتفت بالقول إننا نعتقد بأن هذه الصواريخ لم تكن موجهة على القنصلية الأمريكية في أربيل، وهذا يشكل بحد ذاته عملية هزيمة منكرة لأمريكا أمام إيران في الملف العراقي التي سلمته بشكل دائم بيد إيران، وإن إيران تستهتر اليوم في الدم العراقي وبالحدود العراقية وعلى مدن وأقضية إقليم كردستان بحجج كثيرة، وكل يوم هناك حجة مرة بوجود قواعد للمعتاد، ومرة وجود معارضة، ومرة وجود ما يهدد الأمن الإيراني، كل ذلك تستخدمه إيران لمواجهة خصومها ومن أجل الوقوف على شيء مما تم الاتفاق عليه مسبقا مع الإدارات السابقة والإدارة وحتى الإدارات الغربية هي تعلم بذلك، ولكن أمريكا اليوم تحاول أن تغض الطرف عن كل هذه الجرائم في محاولة لكسب النظام الإيراني بشكل كامل بعدم التعاون مع الصين أو روسيا، بالرغم من استمرار هذه الاعتداءات على العراق وعلى أقليم كردستان. إذن كنت معنا عبر الهاتف عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقية الدكتور يحيى سنبل، شكرا جزيلا لك.